زي ما اتكلمنا في أول الحلقة إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى بعدد من رواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة اللي استفادوا من خدمات مجمع إبداع الإلكترونيات. طبعا في منهم شباب أسسوا شركات بتعمل في مجالات تصميم الروبوتس وتصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد أو البرينترز الـ 3D وغيرها من المشاريع الناشئة. كمان رئيس الوزراء منا التقى بمجموعة من شباب المبدعين ورواد الأعمال والمهنيين اللي اتخرجوا من البرامج التدريبية الخاصة بوزارة الاتصالات. معانا على الهاتف واحد من الشباب دول، محمد رمضان، وهو رائد أعمال. أهلا بيك يا محمد وصباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. محمد، أنت درست إدارة أعمال، التحقت ببرنامج تدريب عن البرمجيات مفتوحة المصدر في معهد تكنولوجيا المعلومات. بعد التخرج اشتغلت كمستشار لأتمتة الأعمال في شركات متعددة الجنسيات. كلمنا أكتر عن الرحلة دي وإزاي استفدت من البرامج دي وانعكست على تجربتك العملية في مجال الإبداع التكنولوجي. تمام، أنا درست زي ما حضرتك قلت، درست بيزنس انفورميشن سيستمز، بعدين دخلت منحة معهد تكنولوجيا المعلومات. دي منحة تسعة، مدتها 9 شهور، بندرس فيها بروجرامينج وداتا بيز وسوفت وير انجينيرنج بشكل عام. بعدين الشركات بتيجي تعمل جوب فير جوه المعهد، جوه فروع المعهد، للطلبه اللي اخذت المنح دي، بتعمل لنا انترفيوز وبتختار من الطلبه الناس اللي تديهم جوب اوفرز. فبعد ما اتخرجت من المنحه اشتغلت في كذا شركه، اتحركت في كذا شركه مالتي ناشونال موجودين في سمارت فيليج. والفكره انه الدكتور مصطفى والدكتور عمرو طلعت كانوا زاروا اماكن مراكز ابداع في محافظات تانية، وقابل مهندسين برمجيات. احنا كنا في اسكندريه عايزين نوريهم حاجه جديده. زمايلنا من تراكس فنيه اللي هم تراك 2D وانيميشن اللي شاركوا في اعمال مسلسلات اللي اتعرضت في رمضان، الاختيار وفيلم الممر وحاجات تانية. وحتى في منهم ناس اشتغلت في ديزني وفي اعمال عالميه. بقى في ماركت جديد، يعني صناعه الانفورميشن تكنولوجي ما بقتش بس سوفت وير وسيستمز، بقى كمان في حاجات. يعني كان الاول مثلا الاعمال الفنيه دي كنا بنحتاج نجيب مجاميع، لو بنعمل مشهد معارك او حاجه او جيش بنحتاج نجيب مجاميع افراد يمثلوا المشهد ده. دلوقتي الناس في ورك فورس، في ناس بتشتغل على حاجات زي كده من خارجين المعهد. جميل. بيعملوا افكس وكده. ثاني حاجه جديده كنا عايزين نوريها الدكتور مصطفى، الشغل عن بعد. زي ما بنقول كده ان اسكندريه هي مدينه حاضنه لابناء، احنا ما بنبقاش حابين نسافر ونشتغل، نسافر في محافظه ثانيه، نروح القاهره او حتى. ودي حاجه اللي احنا عايزين نتكلم معاك فيها يا محمد، فكره ان انت طول الوقت بتشتغل فول تايم جوب او وظيفه بدوام كامل عن بعد وانت موجود في بيتك في الاسكندريه. فكره ان احنا مش مضطرين، لو شغل لا يستدعي، يعني احنا مش مضطرين ان احنا ننتقل من مكان لمكان اخر، وان احنا نقدر نمارس العمل تماما من البيت لو احنا بنستخدم تكنولوجيا متطوره. ده ازاي توفر معاك وده ممكن يكون توفر لغيرك كمان؟ الفكره ان هو الصناعه دي بطبيعتها ما بتتاثرش بمكان. احنا في الاخر نقدر نشتغل من اي مكان، طالما عندنا انترنت وعندنا كونكشن نقدر نشتغل ونديبلوي او نجهز الشغل بتاعنا من اي مكان. وده بان في الفتره بتاعت ازمه الكورونا لما حصل اللوك داون. احنا ما حدش فينا اتاثر، فضلنا شغالين كل واحد من مكانه. في وقت اللوك داون لما كان في حظر التجول وكده ما كناش بنقدر ننزل الاوفيس. فالشركات بقت مستوعبه ان احنا مش محتاجين نجيب الموظفين اللي في الفيلد ده، يكونوا موجودين اون سايت في الاوفيس. ففتح الماركت، ما بقى يعني مثلا لو انا موجود في مصر ما بقاش الماركت بس المتاح ليا ان اقدم فيه الشركات اللي موجوده في مصر، بتقدر حتى اقدم كمان بره مصر ومن غير ما اسافر، اشتغل اوف شور. وده مش فريلانس زي ما حضرتك قلتي كده، بقى بشتغل بموظف بدوام كامل كاني بالظبط شغال اون سايت في الشركه. أكيد. كل الشكر ليك محمد رمضان رائد أعمال، شكرا جزيلا ليك.